في شأن آخر وما يتعلق بالأردن، أعلنت الحكومة الأردنية إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين. من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن تلك الحزمة تختلف عن الحزم السابقة بشكل جوهري، لأنها تتعلق بأهمية التواصل على عدة مستويات بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وأطلقت الحكومة الأردنية منذ أكتوبر الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد محمد خربشة، عضو مجلس النواب الأردني. سيد محمد، مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. واليوم سوف تطلق الحزمة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن، كيف تعلق على هذه الحزمة التي يبدو أنها تؤسس لوضع اقتصادي جديد في الأردن؟ شكرا أخي، الحقيقة أنا محمود أولا، عفوا، وثانيا اسمح لي أني أتقدم بالشكر والاحترام لقناتك لكل الأخوان الإعلاميين المحترمين. شكرا جزيلا. الواقع هذا اليوم تم إطلاق الرزمة، لا يعني أطلقت الرزمة التحفيزية الخامسة للاقتصاد الأردني، وهي حزمة إلكترونية التي تهدف إلى الوصول للحكومة الإلكترونية، باعتبار أن هذه منظومة إلكترونية للخدمات تساهم بتوفير الوقت والكلفة على المواطن. والحقيقة هنالك رزم تم إطلاقها من قبل الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك، الهدف الأول والأخير لها هي تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص النمو، وثانيا تحسين ظروف المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، وثالثا دفع مسيرة الاقتصاد وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. الحقيقة هنالك توجه ملكي وتقوم الحكومة بتنفيذه بضرورة التحول للحكومة الإلكترونية، وهذا التحول الرقمي هذا اليوم الذي يساهم بأن يقوم المواطن بقضاء معاملته وحاجاته من خلال التواصل الإلكتروني دون أن يكلف نفسه عناء الوقت والجهد، وهذه طبعا لها أهداف ومضامين، من أولى أهدافها أولا محاربة الواسطة والمحسوبية وتقليل فرص الفساد، وإن كان هذا الفساد فساد أصغر أو أكبر، وتحسين وتطوير أداء الحكومة، ومن ثم أيضا تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن. وبالتالي هذه الرزمة هي الرزمة الخامسة التي تضاف إلى الرزم الأربعة. نعم، وهذا هو السؤال سيد محمود، هذه كما قلت يا الرزمة الخامسة، بما يعني أن هناك أربع حزم ورزمات سابقة تم تفعيلها بالفعل وتنفيذها في الأردن، كيف يمكن أن نقيم الأربع حزمات السابقة وبالتالي يمكن أن نتوقع الحزمة الخامسة؟ ما هي توقعاتك؟ يعني الحقيقة الحكومة قدمت إلى جلالة الملك قبل أيام تقرير عن مجمل أعمالها ونشاطاتها، وكانت نسبة الإنجاز التي قدمتها الحكومة بناء على التقرير الذي قدم لجلالة الملك حوالي 92% من مجمل النقاط والمواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الحكومة، وبالتالي أعتقد أن هنالك سير بالاتجاه الصحيح بهدف معالجة الكثير من الأخطاء والسلبيات الأساسية التي أولا تتعلق بالاستثمار وجلب الاستثمار وتوطين الاستثمار، وثانيا تتعلق بتحسين نوعية حياة المواطن ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وهنالك أيضا مواضيع أساسية ورئيسية لابد أن تنعكس على ظروف المواطن، لأنه رئيس الحكومة الحقيقة عندما قدم التقرير المتعلق بأعمال الحكومة عن هذه الرزم وكافة المواضيع الأخرى التي كانت قد التزمت بها، أشار التقرير إلى أن الحكومة قد أو بلغت نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي الذي يرعاه الملك 92%، ونحن نقول أنه طبعا هذه ليست كافية، لأنه لابد أيضا من أن يكون هنالك إجراءات تحفيزية حقيقية تعالج نسبة الفقر والبطالة، وتعالج أيضا النمو الاقتصادي، وتعالج كافة المواضيع والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وأيضا تزيل كافة المعوقات المستعمرة المتعلقة بالاستثمار، لأنه الحقيقة الفرص الحقيقية
هي فرص الاستثمار وجلب الاستثمار وتوطينه. وبالتالي الحكومة تقول بأنها قد أنجزت 58 هدفا من أصل 62 هدف، وكما قلت بنسبة إنجاز بلغت 92%، وهذا يؤكد أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح. لكن هذا لا يكفي، طالما أن الاقتصاد لا زال حتى الآن يعاني من بعض الاختلالات، ولا زال المواطن أيضا يعاني من بعض الاختلالات. وفي هذه النقطة تحديدا سيد محمود، وأنت عضو مجلس النواب الأردني وممثل عن الشعب الأردني، كيف ينظر الشارع الأردني إلى هذا البرنامج من الإصلاح الاقتصادي؟ يعني الحقيقة هذا البرنامج ليس برنامج جذري، هذا برنامج تحفيزي، هذا برنامج يعني هنالك بعض المعوقات والسلبيات التي تعترض مسيرة المواطن ويعاني منها المواطن. جلالة الملك عندما أشار على الحكومة أن تقوم بهذا الحزم التحفيزية أولا لكي يلمس المواطن أن هنالك إجراءات حكومية وأن هنالك قرارات تم اتخاذها تنعكس إيجابيا على مجمل الأوضاع الاقتصادية وعلى النمو الاقتصادي للبلاد، وثانيا أن يلمس المواطن أيضا أن هنالك إجراءات تم اتخاذها تتعلق بتحسين نوعية المواطن ومعالجة القضايا الأساسية والرئيسية التي يعاني منها. صحيح أنه انعكست إيجابيا على ظروف وأحوال الناس، لكن هذه لا تكفي باعتبار كما قلت أن هذه إجراءات تحفيزية وليس برنامج شامل كامل يعالج كافة الأخطاء والسلبيات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. لذلك هذه الإجراءات نستطيع أن نقول بأنها إجراءات مؤقتة تتعلق بإزالة المعوقات وتحسين ظروف المواطن واقناع المواطن ان هنالك برامج حقيقيه وان كانت مؤقته وتحفيزيه تقدم في سبيل معالجه الاخطاء والسلبيات التي يعاني ويشكي منها المواطن الاردني. نعم، السيد محمود خربشه عضو مجلس النواب الاردني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.